inaad adkaysiga laasimto inaad sabirto dadku hadday ku caayaan hadday ku dacaayadeeyaan hadday ku afrigaadeeyaan iska ilow ha aargoosan rasuulkuna caynkaasu ahaa calayhi salaatu wasalaam فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك إلهي وينان تيسا يفالين تيسا يتسبيح ليس اللازم هل كاسا لغو هلا برواق هذا وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي غدا نمانية ديت سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيادي غز غاسين تا أكو سور تقرين عيانا صومالي يقيمة جوك صور الكفتير وفي أب كلاسو دك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا تانيوا سورة كوبية توبناد وحي كمتها يصدح سورة دوت والنبي عليه الصلاة والسلام قارو أح والنبي قال لقا حد ليا أم بطوس لوغو لحد ليا با وإيادة إيا ألم نشرح إيا إنا أعطينا كالكوثر صدح ذا سورة دوت النبي عليه الصلاة والسلام أي توسو لحد ليان وحي علماء قار كما قعابين صور المنة صور المنة صورة ذي قلت شيقتك إلهي سبحانه وتعالى نبي النعموين كوسية قاركة وشيقاي صورة دن يضو إسراع سن سورة الضحى سببت وسو دكتي وحي علماء كشيقين نبي صلوات الله عليه وسلم دور شيربا انت وحي قو سعودي ولبا والعصبا dhowr jeer buu wixii istaagay oo kala go'ay oo waqti soo dhexgalay dadka nabiga kaleey salaatu wasalaam intii hore warwar ayuu dareemi jiray quraayshina way dacaayeen jirtay markan nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa xanuunsaday suuradii u horeeyay ee soo degay waxay ahaayeen ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila oo suuradan ka horeeyay suuradan hatta wal-layl ba ka horeeyay سورة سورة المزمل نبي عليه الصلاة والسلام وحلا فري صلاة الليل إنه هبينك استاجه أو هبينك وتكذو نبي عليه الصلاة والسلام وحنا صدي وحي جنوا كلا قاي ضبط دنا نمن كي قريش ذو وحي أركوا النبي عليه الصلاة والسلام أو تاجن يو وحي جيا كلا قاي دبتوا الدعاية ذي وحيدة ودعه ربه وقلاه رب جيسي سلانتي أم جميل لورن شرتها شيطان مطع هيد أبو لهب حاس كيس يد واحد اللي ودعه شيطان نبي قال شيطان كيسي بحي شيطان كي وحكو آخرين شري وكتي نبي قال عليه الصلاة والسلام دعا يدا سوير دبت وين حنون جس قف كي ابن آدم كا نقد جا وحلا نتا نقد جا إلا النقد يا ويد ما قضاه هداد ما قش قف لأنه نقد جا وانش عليها وبنتي قف نقد شعلين مشر نقد جا وحويان وين محلقا شيغا اديغا تصرفات كاغا وين محلقا شيغو قلادات كاغا وين لا شيغو قف طبيعه ابن ادم هان قفكو نقدغو نعبي حتى قفكو انو اسغو كاغر درن او كو نقديو دات لا هدا انو ورك نوعاس وان سو دوويها احبا كا قلدن نفتا دو عادي ماها نبي عليه الصلاه والسلام وي كو دحداي او واتن او وابو حنوسداي دباته وين ايو دريما آيات كلا إلهي سبحانه وتعالى وحكو الشيخ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون وحن أبنهي إن الضيقد يورور كدريميسو هذا الذي يكون ليهين قريش دعاية دوابين وصاحر الكم بوكييمي وكان كالو سمينا يا إسكايل علي بروبغاندها يدعاية يكون هيان قريشي إن الضيقد كدريميسو ونفتا دو نباتا أي كدريميسو وأن أبنهي marka haday cid jiclaan lahayd in la naqdiyo nabiga kaleey salaatu wasalaam jiclaan laha in lagu naqdiyo way fiican tahay in wax laga sheegana way fiican tahay qofku naceeb baa xumaantada ku sheega qofka ku jiceeli wanaagaagu ku sheegaya uu ku aamanaaya laakiin qofka ku naceeb uu ku caayaya mararka qaar uu kugu caayo ay aanad lahayn laakiin in badan uu kugu caayaya ceebay saaxiibada ku qariya oo kuwa ku jiceeli aanay ku sheegahayn ayuu ku sheegay nabiga kaleey salaatu wasalaam culayskaas soo food saaray dabadeedna nabiga kaleey salaatu wasalaam uu warwareey uu baqday khayr kaaga kala go'ay mararka qaar uu xoran jiray ama nabinimadii laga la noqday culimada qaar way diidan taas laakiin waa wax waarida marka wuxuuga uu waayay muxuu la walbahaaraya muxuu la baqanaya muxuu la cabsoonaya
إلهي وحول الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى والله بشي برقادي يهبينك حتى القرآن كوفير ستان وحيابا إلهي سبحانه وتعالى وكل عرطه وحان سليه وقتك أوبطا ومر بدنا على قاقا إيمانيه مر والضحى وبرقادي وقيب كمدة وقتك والليل وهبينك وقيب وقتك كمدة والشمس وضحاها والفجر داسي وضون انت النوع ايه ولي هي وقتك ايا لا قوه دارت ما انت قيبه هيدي كميدا هبينك ايه مخان كو راه دا وابرغي هوري الصبحي برقدي مركا waxay tilmaamaysaa ahmiyadda waqtigu u leeyahay waqtiga yareen dhaafayno iska fadhino aynu iska sheekeynayno ee na dhaafayaan soo laabanayni ahmiyadda uu leeyahay waxay tilmaamaysaa sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala intaas oo jeer ugu dhaartay wal fajri wal layalin ashrin wal asri wash shamsi wad duhaaha wal qamari idha talaaha wal layli idha yaghsha wad duha wal layli idha saja wa ala waxa soo waqtiyo waxa loogu dhaaranaya وإن لم موجي أهمية وقت قوليه إن كان وين ينام موضوع ماشي قفك وكو قوليستو أما وكو قول دره استوى وقتك قفك وقتك سسدو إلى علي وقفا إيديستو أيوم بما قول كو قاريا أما قول دره سنيا إنت إذا تاك تاك أنت هاي تطبع صعودة تاكنا نمي سيدي تطبع صعودة نرشي إلهي وحقو تلقى لي إن لا صعودة تطبع مركا أم بحري وصعودان أم بدوبة وصعودان لمن شاء منكم أن يتقدم أو يثبت في مكانه أو يتأخر مياه مي أن يتقدم أو يتأخر كين دونين هرو صعودان هرو صعونية كدونين وقدال صعودان قدال بو صعونية لما أوران كتاقناني يعني وتاقناني وحتاقناني مجران قفك ابن آدم كي أنبا وإن وحكدر أنا لشيس أنبا وإن وحكر لما هدا دو حبا كدري ويدو وحبا كاقو أي نروش أنبا واسدا أنبا واسدا أنبا هرو صعوني سا أنبا دب وصعوني سا عبادات كاغو هدي كردي ويان ويدن ميان أقون تادو هدي كردي ويدو ويدن ميسا الضحى برقضاء لغو شاقي ما لين تيودان نواء لغو شاقي واقعي من الله كميدا واقعي بكميدا وقت غو ونكسن عبادات غارنا يكو تعلقان أو صلاة الضحى يكميت هاي والليل إذا سجى وهبينك مركو داها ركتو هبينك مركو مدو بادو ما ركتي او اسكالو او دو سجى ومرك ودغو هبينك مرك ودغو وكلا حصلو بمعنى مرك هبينك برتنك ومرهيو اي هبين نما انا اودنين اي في دعول كلغي يمادو اي هبينك غدها لو غلو وايلا سبحانه وتعالى كو دارانيا ما ودعك ربك وما قلى ربك كامتين كمنا مع السلامين كامتين يكم مع ودع يا قلى لبد بتيتان ماها ما ودعك وما مع السلامين مع السلامين تو قف اسغو كو جيلن و مع السلامين كرا و كا دقاجين كرا اسغو كنعبنا و مع السلامين كرا سوما معناه دو تاو بلاادن هي لكن قلا وي كدوانت هي قلا تركك و كاتغي اسغو كنعب اسغو كنعب و كاتغي ربك كامنو تگين كمنا نعن ساس كدغنت النبي عليه الصلاه والسلام لا تلوق بو جنيه ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى نرش الدنب إكوس وصعتا لبا معنى لاد مدي وحويا آخرة نرش آخرة أيا كاجو ناكسن تنا أدونك الرفات كبدن أدونك وعلب يكذي دي اتحان يقحر نرش أدونك ربت يدو أنا دمان هين ما المربى شو جساء دبا ديدنا وحتى جساء تيكو ناكسن يدو آخرة هيد معناها سوى معنى علماء قاري سارة علماء القرن واحد يلاهدين واحد لقاه الله يوان نرش أدون كون نرش أدون كرسولك عليه الصلاة والسلام لبل لوجو قيبي نلول رفاد يدباتو يتحان له ينرش نلول كفي عن ولا الآخرة نرش صوص عطاء كوي من دونتا أي خير كاجو ونكسن وكاجا قيمة بدن من الأولى نرش هذه هري معناها حاجة دم بيكوت على يو سورة دن وحلاه سورة الثلاثيات المتقابلة الثلاثيات المتقابلة سدح لي اسكهوري من أي اسقابل سن أي كجرة رسولك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ولح
إلهي يقول ألم يجدك يتيما إلهي ميانو كهيرين ميانو كوئما يتيما أدقو أقونا فآوى ميانو كسودوين والله بحالة دود مرحلة قفك ويري هاي إيه وشلعسين يهي وديعان يهي إيه مرحلة قفك أقونا ماذا كبحو إيه ما وناكسن ده مركا أقونا ماذا كبح حياة وناكسن مركا وانا رشي دم انا رشي هروح يهي حياة اليتم بيهي نرشي أقونا ماذا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى أدق أول نسنو الدين وحبان كأقون سوي لهيكم هنون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وحق سومرتي حل وحبان دخري تشرين وحنا نقري تشرين أد أمي إسكا هيد إسكفر ليا علم وقدال بكاقيمي عيد العلم وقدال أيو كاقيمي مركا وحي تلمامي سا ومرحلة هي مرحلة مرحلة دخوري أيا كرد بدن مركزة ووجدك ضالا في هذا ووجدك عائلا فأغنى إلى هيسو كمهل أدقو أباها عائلا عجائب يعني كلمة دوفير سو لما أوران ووجدك فقيرا عائلك وحويا وقفك عيد وحصية وعكس مرادك وحلوك إذا أدقو فقير وحبان هيسن سو إلى هي كمهل وخوضن كامرلقين مرقس وحل العائل وحويا مثلا عائل كوحل إنها أباها أو كله أباها عهور قعانتك هيا يا وحسين يا بيلا يا مصروفة يا أي عائل ليه رهضة مرقس وحل قص وق هذا فقيرا بالجو عيا وحل يدي عائلا أديك أو مارك تحل قاضي أو عليس دا أو ضد وحسين يا هذا فقير بالوجه ده رسول الله قوي احترامي عليه الصلاة والسلام وحتى إريادك هو ناسن له دورية مرك ولا الآخرة خير لك من الأولى معنى هي ذو حويان وأنا جاي لك بروح بدن وحلقها الله نرش الرسول عليه الصلاة والسلام يأدون كم تشوجو نرش قيب تاد هري وحكا جو ناكسن قيب تاد الدم ب إنك قدب بينه قشرة مهمة قدب كاسو حوي قفك ابن آدم كاو حلقها ربع نرش يسوينا كرتو تحسن يتطور مستمر وحنا يراهم هرم مر iyeen tii hore ka wanaagsanaato shalay iyo maanta in maanta fiican tahay maanta iyo birri in birri maanta ka wanaagsan tahay sanadkii hore iyo sanadka maanta ah inaad maanta wax qabad badan tahay wax soo saar badan tahay siyaabo fara badan baa lagu keenay bay yiraahdeen culimadu een tadawurka mustamirka ah amba waxa la yiraahdo at-tahassunul mustamir naftaadu inay kabocdo oo maalin kasta ay wax ku biiraan waxa badan baa lagu sheegay laakiin laba shay baa ugu muhiimsan dhalinyartu arrinkaas aad u anfacaya kokobaad waxa weeyaan waa ka tafkiir ijaabi waxa la yiraahdo at tafkiir al ijaabi qofka fikirki inuu u fikiro si ijaabi si positive nolosha inaan wax si salbi ah u eegin dadka qaar ba nolosha waxay ka eegaan rafaadka iyo dhibta iyo kadeedka iyo imtixaanka iyo balaaya ku soo foodle iyo mustaqbal madow iyo inkaaro ayuu ka fikiraya qof san maxaad yeeli doontaa tan maxaad kaga dhici doontaa waa qofkaasi waxaan u jeedaa fikirka noocaasi dadka wuu burburiyaa qofka fikirkiisa shakhsiyadiisana wuu dilaa qofka waxa la rabaa inuu si positive u fikiro waxyaabaha dhacaya inuu dhanka fiican ka eego waxay ka dhigan tahay waxyaabaha dhaca hadii ay dhibaatooyinka ahayd koob biyo ah oo badna uu biyo ku jiraan qaybna uu dhiman yahay dadku waa labada qaybood uun hadaan ku dhaa koobka ka waran waxaan dadka kala barbaan maran kala barbaan maran buu mid koodanaya adan ku weydiinaya koobkan ka waran wax la oranaysa kala barba buuxa waa laba aragtiyo shay kale la wada aragna laakiin nafsiyadeena waxa ku jira seenu cabireyna kala duwan adiga qofka oran kala bar qofka madnaanta arkaya waa qofka nolosha xumaanteeda arka iyo rafaadkeeda iyo kadeedkeeda isee salbiga u fikira laakiin qofka hadduu arko dhinaca buuxa isagoo koobku halkaa maraya halkaa isagoo maraya oo fiida un wax yaraa ka dhimanta intii la fiiqsan lahaa ayuu xornay intaasaa dhiman nolosha ma dhamaystirmaysa laakiin qofka hadii noloshii hadduu nolosha si ijaabi ah u arkayo oo fikirkiisa fikir ijaabi ah u yahay wuxuu arkayaa waxa wanaagsan uu haysto wad xanuunsanaysa xanuunkaaga waxaad ka eegtaa imisa xanuun baa ka maqan duri baa kugu dhacay amba kanicadii berigii dhaweeyto dhulkay ku dhigtay hadii balaayo oo dhan aad u aragto xanuunkaa yar waa ku dhamaanaysa marka waa koow qofka waxa la rabaa inuu si ijaabi ah u fikiro waa ta muhiimka ay waa taas
مسلمين تا إلهي سبحانه وتعالى ما أنت أقول نبت بدناين ما أنت وحد بهيد ولا قرعي جود على قصار المسلمين تا ما أنت أصو هلفها على سقول عباي رسولك عليه الصلاة والسلام مرحلة داس يقول كشران أو مسلمين تو عبانية أو دبات هيسن أو لسوي شبيه أو تضبات ننو هالدور كودي أي حد كجي مادين أي قرآن سودي قرآن عجيب بسودي أو تربية دقف كمسلم كا هو ناكسن وحكم إذا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وحد قف كلود دي دي النية تشك هي فكر كسلبي جاب قف كلود دي دي حق حونها إيجينا إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون لبا تذيب على الصورة وحل يد واتم قنيسان وحنون سنيسان لبا يد سو قاردي يقب واساس وكلا ميقى حديدة لكن محل يرتني دنكو وترجون من الله ما لا ترجون وحي إلهي كر رجين إيسان وحن يقول رجين هين إذن كابل لبقى به إذن كابل قوش حقين أي مرتاية معنى ما يشكو ترى وحاوية وقضب كوباد هدا دوني سن الله شاهد هرمر في عنا يسميسو ولقاء الله سئي شابية وفكر وطلب هذا القراءة اليومية القراءة اليومية أخرس جوكته إنه قف أخرس جوكته ياشو كتاب القرآن كاس سقال كاس كريك سقول ده كاسوا جوكته لكن هو حلقة هذه علوم تكلا علوم الدينات هي علوم الدنيا الله بضبع إن الأقو إن أخرس جوكته على هذا هاي وما لينك استادوا حخردو بيج الله كردو بيج الله كردو ما لينتي وينان كردافين أديكان وحخرين وهجاك لبدا قدب مهمه الا سيد قدب على شيغا او قف نفتيسه هورمر اني كسميس لكن لبدا قدب او مهمسني وا لبدا قدب التفكير الايجابي يا القراءه النوعيه وحا جرى برنامج عصب ما لن دويتو افكار واسمار برنامج كان لا يراهده محمد مختار الشنقيطي دكتوركا وحا جرى برنامج ودوبي ما لن دويتو محاضره وحا لها القراءه النوعيه القراءه النوعيه في زمن الصخب قراءة واحترك مناسب كأ أي تاين لآخريو في زمن الصخب وحلقنا شو قلنا ما أنت وقت يبوق قي قيلا ده إنترنت كتليفون كحافظها قاعدة وحماشة يعيا وتسرعوا آخري تركيز كأ جو تجيء انتباهها جو تجيء مركا حلقنا وكلا القراءة النوعية في زمن الصخب محمد مختار الشنقيطي ومحاضر يوتيوب كشرته رأني يرتا وان كرات لنا إني أيضا قد ما يسأل سبحانه وتعالى وحليه ولا سوف يعطيك ربك فترضى إلهي قدال أيو كاسين دونا وحوين أو ناكسن فترضى رالبا نغنو تامرك وبلنقاتك ودن به مركا سالة بلابيا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فاغنا هل كان لحبا كتشرة وأنا يقول شيئا ثلاثياتك متقابلك هل كان لحبة كتر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عينا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث هل كان سنوى اللح واللح شيء ومتك استي وحقا فأما اليتيم أقونك فلا تقهر هيفي هيرين هعذادنن وأما السائل قفك وحكوي دي سنين فلا تنهر هيف وأما بنعمة ربك نعمة إلهينا فحدث كشاك وكور نعموينك إلهي سبحانه وتعالى أدن بي رسولك عليه الصلاة والسلام ولا سوف يعطيك ربك فترضى وإسلام نمضى وفافتا دين تو ملك استكدعه فتوحاتك إسلام كو ملك استكدعه ما شاء الله إذا هذا مكة الله فرته إسلام كو غالب النقضة كفر كو دبكيس وبختيو وحيا باس اللو شيقية وما نكسوك بقبيني وحكا لتشرا وحلا يلاحظه الرضا والسعادة الرضا والسعادة إنك يقع رضو كلا فكر بيرونها ولي جيني نانس كله قوي إنك يقع رضو أدونك يا أخرابك كلا سبر ونقعنا قع رضو واحد دوخي وحلا يلاحظه السعادة سعادة انهادين السعادة دوام حيوة نور الهبئة نور راحلة نور راحلنا الله بها ربا إنك وحن نقانا سد حرم بهجرة وحجرت السعادة الفلاح الرضا السعادة الفلاح الرضا قفك مسلم كاوحا لقرر بأينو الرادية فلاح وحواجك كوا الفلاح الرادية وينو قفك أدون كي سنة إلى عليو آخر دي سنة إلى عليو صلاة محالي نقول يا را حي على الصلاة
حي على الفلاح كلوتش دواكاس قد أفلح من تزكى قد أفلح المؤمنون قد وضون ده القرآن كوي حكوا أفلح معناه ده وحويان وقف دينتي سنة أي بتبادي أدون كي سنة وبتبادي أساس كل الدين توي هاي قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون سيوت واحد الدنيا بكم جيران صلاة دا وجوه رئيسة صلاة دا وجوه دم رئيسة إنك أمرك فلاح بالي أنا قرها واكو سعادة ما بدي دينين قف كل رشة وكل اللي هنا كل راح يستو وفكر كأنه شيء جني إيجابي جاء إنه قف كل رشة سيف يعني نقول هذا سيدي بالله يقول نورانية رسول الله عليه الصلاة والسلام لو شيء وحلا يدي فاصبر على ما يقولون تدنو لش معان كده دونيس يا سعادة دواتن يعني قف كل رشة وحقول نورانية إنه جانب إيجابي جاء كأيقو توضع ميسانا وامحي وأرضى رالي هانشيو إلهي سيدا آتايب وكوكو تلقر هداد مدود هاي إيه هداد عست هاي هداد أفريكان تهاي إيه هداد آسيان تهاي هداد غني تهاي إيه هداد فقير تهاي قبيل كاغو عدة أوي هاي قوم يدا دو عدة أي تهاي قارد آد دقنت هاي أرساقد واحد كهايسو إلهي باق هو قري محبين يقوي دي إلهي وحيا با فول حمان تقبيالا دو إلا دو حكم ده وحيا با إنا شقا كلها بالسقو فانيا خيرك إلهي آد كدراتي ما شقيستي عدوه ما شقيسن أدي لكم إيش أودنا كم ليه ما نبدي لي كرتيد أما تعلو أما نعبو ما بدي لي كريس وسبب الله عليه سبب وقفك وش يكتب وحنا الله وحلا قف أنا هدي قفك وفانا يبا وحو كده ده عليه وقف صدق يسوع اختيار الله ينوم السنين مركات مهم كاي واحد هاي قفك وح إلهي وقدري إقاب كل رشي سؤال هاي رالوا وين وقع هذا رسولك عليه الصلاة والسلام على فصبر على ما يقولون قفك ونأكسنو ما قال واكنه صبر وحيليهم كصبر وقات كيسو فاصبر على ما يقولون وكو إن ذات كيس جلاسيم تنا الصبر تو تدق هديك عيان ديك دعاية ديان هديك أفرج ديان إسكيلو هأرجوسن رسولكم عينك سوا عليه الصلاة والسلام فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك إلهي وين أنتيس يفعل أنتيس يتسبيح ليس لازم هل كان صار لقوه لا برواقده قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى بنو كذا يعني وحى لجبت بهذا قيمه لي وحى ودتك حقودة هيجي هكون مشغول وحدكم مشغول شاء إلهي سبحانه وتعالى جيل النهار يجيل الدنب يمالنتي يهبينك إلهي قلبي أجيانو كبحين وحليل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها عدعيد انتاني صبح ينتاني دعين ومن آناء الليل يهبينك دع الذيس فصبح وأطراف النهار يدع لذا مال انت عصر كيه يبرقدي انتاس أوردن وحدكم مشغول صناتها إلهي سبحانه وتعالى حليل كيس محان هل يا إلهي لعلك ترضى ونردغن كي نبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي جو حوها لبعتوين ك يوحي بس سوق لاية يدكوا حق يسكت جاي منايا إنه يسكت صبره أم بأصحابته كجاي مادو أم بقالها كجاي مادي إنه الصبر أم بأدون كه كجاي مادو إلهنا سبحانه وتعالى حريت كيس إنه أسو جاي هاي طلعنا جرب واتاس ساكم الله خير آيات القرآن كابن سوق بجبيني ولا سوف يعطيك ربك ولا سوف يعطيك ربك فترضى يعني قف كستو مسلم الرجال يهن شيء إلهي وحكه ليا إلهي كحرنان تيسا سعادة وحو كهلية أدونك أنتو تشوغو إنا نوسكو مشغولين وحي إلهي وكسو قليو إنو قناعكو قبو راليهان شيهونا واكاس فلاحنا وقفك واجباتك إلهي سبحانه وتعالى أوصاري إنو كتو جزاكم الله خير صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.